مرت المكتبة الوطنية المغربية بعديد من المراحل التي بصمت تاريخها على مر 8 عقود، بدءا من الخزانة العامة والوثائق مرورا بسنة 2003، وحصل على تسمية المكتبة الوطنية للمملكة المغربية وصولا إلى سنة 2008 التي يمكن اعتبارها بداية مرحلة النضج، والتي تميزت بالتحول إلى مقر حديث ومتطور. هذا التطور في البنية التحتية والعمران استدعى مواكبته لتطور التقنية والمهن، وهو ما دفع القائمين على إدارة المؤسسة طويلة المدى للرقي بالمؤسسة إلى مستوى كبريات المكتبات العالمية، وجعلها رائدا في المجال المكتباتي على المستوى الوطني والإقليمي. على الرغم من أن فكرة إنشاء خزانة عامة عصرية للكتب بالمغرب تعود إلى سنة 1912، إلى أن تحقيقها فعليا لم يتم إلا في سنة 1920، والمتكون أساسا من مخطوطات ومطبوعات إلى جانب كتب معهد الدراسات المغربية العليا. ستنتقل الخزانة العامة إلى مقرها الجديد بشارع ابن بطوطة بالرباط، وفي سنة 1926 وبمقتضى ظهير الفاتح المنبر ارتقت الخزانة العامة إلى وضعية مؤسسة عمومية، حيث عهد إليها بجمع الوثائق المتعلقة بالمغرب وإتاحة الاطلاع عليها للعموم المهتمين، كما عهد إليها بمهمة جسمية أخرى وهي تلقي وثائق الإدارات وحفظها، وذلك بمقتضى البند 9 من ظاهر المذكور. أصبحت بحق الخزانة العامة للكتب والوثائق، وفي بداية الاستقلال دخلت إلى الخزانة العامة مجموعة من الوثائق مهمة، كما تخضع المكتبة الوطنية للمملكة المغربية لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقييد الأجهزة المتخصصة بهذه المؤسسة بأحكام القانون، كما تخضع المكتبة الوطنية أيضا للمراقبة الدولة المالية التي تخضع لها المؤسسة العامة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، كما تخضع المكتبة الوطنية أيضا لمراقبة الدولة المالية التي تخضع لها المؤسسة العامة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل. وفي سياق آخر، أصبح للمؤسسة مقر جديد دشنه صاحب الجلالة محمد السادس في سنة 2008، أنجز على مساحة تصل إلى 20,832 متر مربع على مقربة من مجموعة من الكليات والجامعات. من مهام المكتبة، تتولى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية القيام بالمهام التالية: جمع ومعالجة وحفظ ونشر النصيد الوثائقي الوطني، وكذا المجموعات الوثائقية الأجنبية التي تمثل مختلف معارف الإنسانية. ولهذا الغرض تطلع الوظائف التالية: تكفل بتلقي وتدبير الإيداع القانوني طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إعداد ونشر البيبليوغرافيا الوطنية، اقتناء الوثائق الوطنية والأجنبية من مخطوطات ومطبوعات وأختام وبطاقات وخرائط ومقطوعات موسيقية وصور فوتوغرافية ووثائق صوتية وبصرية وسمعية ومعلوماتية ونقود وميداليات عن طريق الشراء أو الهبات أو التبادل، فهرسة وتحليل وتصنيف الوثائق المحفوظة لديها، وتوفير وسائل البحث البيبليوغرافي، السهر على صيانة المجموعات الوثائقية الخاصة بها والحفاظ عليها واقتراح الإجراءات اللازمة من أجل صيانة الرصيد الوثائقي الوطني، تدبير الرقم الدولي الموحد للكتاب والرقم الدولي الموحد للدوريات على الصعيد الوطني، تشجيع وتسيير سبل الاطلاع على المجموعات الوثائقية والمعلومات البيبليوغرافية المتوفرة لديها. ولهذا الغرض يقع على عاتقها ما يلي: وضع مجموعاتها الوثائقية رهن إشارة العموم مع مراعاة الأحكام التشريعية المتعلقة بالملكية الفكرية، توفير الخدمات المتعلقة بالمعلومات البيبليوغرافية وليس سيما عن طريق استعمال التكنولوجيات الحديثة من أجل تسيير سبل الاطلاع على الوثائق الموجودة بمختلف المكتبات الأخرى الوطنية والأجنبية، اقتراح وتنفيذ برامج على الصعيد الوطني لمعالجة التراث المخطوط والحفاظ عليه والتعريف به، إعداد المعايير المتعلقة بالمعالجة المكتبية والتوثيقية والإعلامية على الرصيد الوطني والسهر على تطبيقها، التعريف بمجموعات توثيقية المتوفرة لديها عن طريق النشر وإقامة المعارض والتظاهرات الثقافية، المشاركة في الأنشطة العلمية والوطنية والدولية والإشراف على برامج البحث ذات العلاقة بمهامها وبالرصيد الوثائقي المتوفر لديها. انا طالبه في كليه ديال العلوم، السنه الاولى ديالي كنجي كنستافد هنا من الكتب اللي كاينين وبطبيعه الحال بالهدوء اللي كيكون، وكنتمنى للجميع يجي لهنايا غادي يستافد من بزاف ديال الخدمات اللي كيقدموها لينا.
المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، هذا هو اسمها الجديد بمقتضى القانون 67-99 صادر في نوفمبر 2003، بعد أن كانت تسمى الخزانة العامة. طبعا تم ترشيد المقر الجديد في 2008، وتشرفت المكتبة بكون صاحب الجلالة حفظه الله والذي أشرف على تدشين هذه المعلمة الثقافية الكبرى. المكتبة الوطنية من مهامها جمع الرصيد الوثائقي وصيانته ووضعه هنا إشارة العموم، وهذا الرصيد الوثائقي يهم المخطوطات والكتب والنوادر والخرائط والتصاميم والتحف والقطع المعدنية. اليوم المكتبة الوطنية تضم في القاعات المفتوحة للعموم، قاعات القراءة، ما يقارب 700 إلى 700 وما يتعدها بقليل من الكتب، وهي طبعا 700 ألف، تحدثت عن عشرات الآلاف، وكذلك تضم العديد من النفائس من المخطوطات والوثائق التاريخية والحضارية والفكرية، وهذه الوثائق تبلغ الآن حوالي 14800 مخطوط. القاعة التي نتواجد فيها تشتمل على جميع المعارف المعرفية من اقتصاد وقانون وتاريخ وجغرافيا وكذلك الديانة، العلوم الإنسانية بصفة عامة. فيما يخص بالنسبة للزوار، ينتمون إلى ثلاثة فئات: طلبة السيكل الأول، ونقصد بهم من السنة الأولى حتى مرحلة الإجازة، مرحلة الثانية طلبة الفئة الثانية تشمل على ماستر والدكتوراه، ثم الموظف والأساتذة الباحثون. نحن الآن في الطبق الأول من صومعة المعرفة اللي كتضم الدخائر ديال المكتبة الوطنية للمملكة المغربية من المخطوطات النفيسة والمخطوطات النادرة اللي كتهم جميع المجالات ديال المعرفة الإنسانية، من علوم وفيزيائية وعلوم الطب والهندسة وعلم الفلك وعلم الحديث والأمور ديالها. كاينه مخطوطات تعود الى القرن الثاني للهجره، يعني عمرها اكثر من 1300 سنه. هذا الطبق الثالث من برج المعرفه يحتوي على الخزانات المهدات للمكتبه الوطنيه للمملكه المغربيه من طرف شخصيات وطنيه بارزه ومن طرف شخصيات علميه او دبلوماسيه رفيعه. قرروا انهم يهديوا للمكتبه الوطنيه الدخائر اللي هي في الخزانات الشخصية ديالهم، وذلك بغاية إتاحتها للعموم وللأجيال القادمة. هاد القاعة ديال اش هادي أستاذة؟ هادي قاعة العرض تزخر المكتبة الوطنية بمجموعة من المخطوطات النادرة والنفيسة التي تتضمن مجموع مناحي المعرفة، وقد اخترنا لكم بعض النماذج من المخطوطات النادرة. منها نبتدئ بالقرآن الكريم، كتب على الرق الغزال بالخط الكوفي القديم، وهذه صورة يوسف كتبت داخل إطار مزخرف وترجم على الهامش بماء الذهب والألوان، وتاريخ يرجع تاريخها إلى القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي، وهي منقوطة، يسمى المصحف المنقوط لأن النقط عبارة عن الحركات تفصل بين آياتها الزهريات المذهبة كما ترون. هذا كتاب لأبو القاسم خلف الزهراوي في علوم الطب، وهو يتضمن أدوات الجراحة، كتب في العصر الأندلسي، وهو متوفى في سنة 400 هجرية أي القرن العاشر الميلادي. يلتجئ إلى المكتبة الوطنية الباحثون والطلبة من مختلف المستويات سواء من داخل الوطن أو من خارجه. ما هي المشاركة ديالهم الرمزية للعضوية؟ مشاركة بسيطة لا تتعدى 50 درهم بالنسبة لفئة، و 80 درهم بالنسبة لفئة أخرى، إلى 200 درهم للباحثين الكبار. هذا لا يشكل إلا أحد المداخيل القليلة للمكتبة، لأن الدولة ترصد أموال الحمد لله كثيرة من أجل النهوض بالمهام الثقافية لهذه المؤسسة.
هناك أيضا قطع فريدة ونفيسة تبلغ حوالي 576 قطعة متنوعة ما بين ميداليات ونقوش ونقود وطوابع بريدية وخرائط وما شابه ذلك. هذه كلها مفتوحة للعموم. هذه هي من المحتويات المصونة والمحفوظة في نظام خاص من الأمان ومن الصيانة والحفظ، وهي تفتح للباحثين بقصد الاطلاع ولا توضع في القاعات العامة نظرا لقيمتها ووزنها. ما هو الهدف ديالكم المدى القريب؟ أهدافنا أن نصل إلى 1,000,000 كتاب في المكتبة الوطنية للمكان المغربية، يكون هنا إشارات الباحثين والعموم. وأملنا كذلك أن ننوع شراكاتنا، لنا عدة اتفاقية شراكة مع بلدان أوروبية وعربية. الآن سنركز على القارة الإفريقية بحكم الروابط الروحية والثقافية والتاريخية والدينية أيضا بين المملكة المغربية والعديد من الأقطار، وذلك لتعميق هذه الروابط الروحية.